المقابلة هذه الرابعة اللي نعتبرها مقابلة يعني فيها صعوبات من الناحية البدنية، لأنه احنا ما راناش ناخذوا بعين الاعتبار النتيجة، ولا احنا نشوفوا، احنا نحاولوا نطوروا اللياقة البدنية تاع اللاعبين. سيتي ماتش اميكال كونتر الكاب باتنا، سيتي ان بون تيست لينا وكاين تحسن الحمد لله. ماتش ابري الماتش رانا في تحسن ملحوظ. بو حنا رانا كيما نقولوا في جو التحضيرات، سي فري كيما نقولوا لي جوار راهم كيما نقولوا انا ثقال مراش رجع على الخدمه، يعني هادو لي ماتش هادو مليح باش تشوف بلي حنا عندنا قريب عام وحنا حابسين، تما هادو مليح لينا يعني باش نعاودوا ريكيبيريو شويه. حقيقه هذه المقابله الثانيه تاعنا انا راضي يعني بالوجه اللي لعبنا به اليوم، وكان ماشي يعني غلطات فرديه، كنا يعني ما نونكيسيوش هذوك لي بي سي دي بيت يعني امباردونابل كما يقول لك، من الله غالب كما يقول لك رانا في طربوس ولازم تلعب كامل اللاعبين. ما خفاش ما لعبنا مع فريق تاع حد الحرس، ما كان دخلنا في بريباراسيون تاعنا، دونك دينا الشوط الاول والثاني شوط لاباس به، يعني انا ما نجي مع التحضيرات تاع الفريق تاعنا، يعني الحمد لله رانا نقدموا شيء لاباس به. رايحين نركزوا اللعب تاعنا، والاول الستاج هذا ستاج بلوكي راح يفا اون فال كونساكري اونيكمون بور لي ماتش اميكو، دونك يفا يافوار دي ماتش ريبيتيسيون، دونك هذا دونك توت ان تونون كونت دي لا ريكوبيراسيون، باسكو حنا نخدموا غير بهذا الشيء هذا. المقابلات الودية راح نكثروا منها، لأنه يعني حصة تدريبية ما تخلفش المقابلة ولو كانت ودية. مقابلة ودية هي يعني أكمل بكثير قوية على الحصة التدريبية، ولهذا احنا نركزوا الآن من هذا السيكل، هذا راح يعتبر سيكل بري كومبيتيتيف.